ما تخافش توا تكبر وتشري كرهبة كيفي. في الكرة حلو ذنيك واسمعني مليح شكالنا. أعزائي المشاهدين متابعين اسمع من ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد مع العدد الختامي لأحمد الرياضي في الموسم الرياضي 2010-2011. اليوم أصدر ستار على رابطة المحترفة الأولى وعرفنا بطل الموسم هو الترجي الرياضي التونسي اللي يتوج للمرة 24 في تاريخه والمرة 23 منذ الاستقلال. كالعادة معايا في البلاتو حاضر سيد أحمد المغربي، مرحبا بك سيد أحمد. عسلامة بدية، مرحبا بالسادة النظارة. كالعادة في حصتنا أحمد الرياضي تحليل البطولة المحترفة نوادر الجامعة وكواليس النوادي. كواليس النوادي سيد أحمد، اليوم الحدث ليفرض نفسه أكيد تتويج الترجي الرياضي التونسي كما قلت باللحظات للمرة 24 في تاريخه للمرة الثالثة على التوالي في آخر 15 موسم منذ بداية الرابطة المحترفة. الترجي يتوج في 11 مناسبة سيد أحمد. الترجي صحيح من قطب من أقطاب الكرة التونسية من قديم الزمان وفي السنوات الأخرانية مدة رئاسة حمدي المدب الترجي الرياضي تغير كليا، تغير سواء كان في انضباطه ولا في الريكروتمونات نتاع الملعبية والتنظيم الإداري. معناها النتائج الترجي الرياضي اليوم بصراحة تامة نقولوها ماهيش أمور نتاع صدفة، اللي باش يخرج بطل ثلاثة وأربع سنوات في جرة بعضهم ماهيش أمور نتاع صدفة نتاع شيء مدروس. رئيس كما ديما في كلمة، سامحوني سادة النظارة نقلق بها ساعة العباد، كلمة اللي ديما نقولها لي غرون كلوب سي لي غرون ديريجون. اليوم الترجي الرياضي خذا ديمونسيون أخرى ونعتقد ونتصور لي ريكروتمون اللي باش تعملهم جدد هذوما ماهوش تاع الترجي الرياضي اللي حاجته بالبطولة نتاع تونس، ونتمناو له النجاح فيها. مادام نحكيو على الترجي سيدي احمد ان شاء الله بعد لحظات باش نعطيو افونغو للمشاهدين نتاعنا باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، ممثل على الاطار الاداري وهو سيد رياض بن نور، كذلك زوز ملاعبيه ان شاء الله من الترجي باش يكونوا مجدي تراوي وكذلك خالد القربي، بغير ما ننسى الاطار الفني اللي باش يكون ممثل من خلال الادجوان ومساعد المدرب السيد اسكندر القاسري ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في البلاتو هذوما باش نحكيو اكثر على تتويج الترجي ليفرض نفسه سيدي احمد. قبل ما نحكيو اكثر على الترجي وقبل ما نحكيو اكثر على مباراه اليوم اللي جمعته بنادي حمام الانف وفاز فيها 3-1، نرجعوا اكثر للمباراه هذه في ملخص عدو الزميل شريف الحجاجي. الجولة الختامية من البطولة التونسية كانت جولة هامة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من أجل تحقيق انتصار على ضيفه نادي حمام الأنف يخليه يتوج بالبطولة. سيناريو لقاء المرة سيتعود مرة أخرى والترجي الرياضي التونسي يقبل هدف أول جاء عن طريق أنيس بن شويخة بعد مخالفة مباشرة غلط بها الحارس معز بن شريفية بعد مرور أفرج دقيقة لعب. نادي حمام الأنف كيدي سجل الهدف الثاني، لكن المهاجم السابق للنجم الساحلي إيريك كاريكاري يضيع فرصة كان فيها وجه لوجه مع حارس الترجي. خمس دقائق لعب بعد قبول الهدف الترجي يعرف كيفاش يرجع في اللقاء، تمريرة ممتازة من القربي ودرامان بلمسة يغلط الحارس محمد الجبيري ويسجل هدف التعديل. بعد هدف التعديل هجوم الترجي واصل الضغط، نوع في الهجمات والتسديدات من اجل تسجيل هدف ثاني. المدرب نبيل معلول اختار تعويض محمد علي بن منصور في الريوق الايسر باللاعب امين بن عمر، تغيير اعطى نسق اخر لهجوم الترجي، دقيقة 40 تجيب جديد، يوسف المساكني يلقى المساحة يراوغ بسهولة مدافعي حمام الأنف والحارس ويسجل الهدف الثاني. سيكني يعوض أسامة الدراجي على مستوى التمريرات، والدقيقة الأخيرة من الشوط الأول يسجل فيها درامان الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للترجي. تقدم الترجي 3-1 في الشوط الاول، الشوط الثاني ما شفناش فيه برشا فرص، الامر اللي خلى زوج مدربين يقوموا بالعديد من التغييرات، دخول على ادريدي ومهدي المرغني في صفوف حمام الانف
ودخول الشيب بلال إبراهيم والحارس العربي المجري في الترجي. رمان تراوري كان يسجل دفة ثلاثية لو استغل تمهيد الكرة من سامح الدربي، لكن النتيجة تبقى 3-1 والترجي حقق فوز 9 على التوالي وحقق البطولة عدد 23. الانتصار 9 على التوالي يمنح الترجي أغلى الألقاب، لقب الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2010-2011، اللقب نذكر هو 24 في تاريخ الترجي، 23 بعد الاستقلال، واللقب الأول ما بعد ثورة 14 جانفي. سيدي أحمد، الترجي الرياضي المقابلة نتاع اليوم أنا ساعة ونص الأخرانية مفروض بيجيب فيها 3 نقاط وعلى الأقل نقطة واحدة، معناها ساعة ونص الأخرانية نتاع سنة كاملة عمل فيها مجهود كبير، لعب مع منافس محترم. لكن كي نرجعوا للماتش سيد احمد، ممكن برشا وسورتو احبيه الترجي استنيوا، ممكن استسهلوا المباراه هذه، استنيوا ان المباراه هذه تكون معناها في المتناول ضد حمل الفلك. لقينا السيناريو نتاع المباراه حمل الفلك تبدا تسجل في المباراه. فما حاجه نحب نقولها في الموضوع هذه، انا لقيت الصحف ولا الناس ولا التلفزيونات ولا بما فيهم حتى احنا الاولانيين ما نتكلموا كان على المقابله نتاع حمل الفلك والترجي، وقابلت النجم الساحلي والنادي الصفاقسي ما تكلم عليها حد. لا مازلنا باش نحكيوا عليها. لا 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 مش على تحكي قبل المباراه. قبل المقابلة معناها كعبارة مصيرية بالنسبة للترجي الرياضي، كيف اللي معناها راهو نادي رياضي الكل وضع الترجي في طريق مفتوح. لا حكاو أمور أخرى في طريق مفتوح، ما حكاوش كرويين. معناها كي تاخذ بالأرقام تلقى النادي حمام نمف عنده سنوات وسنوات ما انتصرش على الترجي الرياضي. من عام 84 سيدي فهمت، 84 نحسبهم من بالضبط ديسمبر 84. أنا خرجت من المكتب على حساب 27 سنة فهمت، 27 سنة حمنف ما انتصرش على الترجي الرياضي، لكن ما نساوش اللي حمنف هو اللي طيح في النوادي الكبار توا عميل تالي الموسم قبل الماضي طيح البطولة النادي الافريقي، سنة انتصر على النجم الساحلي ضد في فوق أرضه كان ينجم ينتصر اليوم، لكن المفروض الناس كانت تتكلم على مقابلة النجم الساحلي زادا والنادي الرياضي صفاقس اللي مقابلة مصيرية نجم نعتبروها النجم الرياضي، هذا ما يمنعش اللي ترجي الرياضي سواء كان مسؤولين ولا أحباء ولا ملابيته يعرفوا المقابلة اليوم تتعدى والبطولة اليوم ما تتعدى كان ب3 نقاط ضد النادي الرياضي الحمل. أما سيد أحمد حبيت علاش قلت لك المباراة والوضعية اللي عاشها الترجي ممكن في أول ربع ساعة هدف يقبله في وقت مبكر ومن بعد في الدقيقة 16 بالضبط جات كورة الكاريكاري راس راس هو الحارس معز بن شريفية كان حتى في الشبكة، ممكن سيناريو آخر 2 بلاش وقت الحمل الف، معناها الترجي اليوم ممكن تخسر قبل ما يتوج بالبطولة. الترجي كما قلت توا أسبوعين التالي معناها ملعبيته إيموسي معناها تعبانيا نفسانيا وبدنيا، الفريق تعب فهمت وقد في مخه البطولة ولات فيها برشا كلمات وبرشا تشويق، وهذه البطولة بتاع الثورة اللي ركبت عليها برشا ناس، الثورة هذه بما فيهم في الكرة من حقهم. شكون تقصد سي تحمل؟ لا نقصد اللي باش نقصد برشا ناس ركبت على الثورة حتى اللي كان موجود البرة ولا هو قام بها الثورة هذه فهمت، ولهذا فريق اليوم تاع الترجي الرياضي مع فريق حمام نمف، حمام نمف سجل هدف ممتاز على طريق بن شيخه غلطه فاتحه من الحارس مش ممكن ما تري موفي بلاسمون، ولا هو الحارس شاب وقفه ما يزموش يقف هكاك الحارس يقف في مكانه ويخلي التيرير يسنتر ولا يضرب. لكن هل صحيح سيد احمد انه الكور نتاع الجارديان ما عاونوش باش ينحي ويفسخ الكوره نتاع بن شيخه؟ فطن بالكوره كي خلطت له كي خلطت تقريبا على 3-4 متر للمرمى هو فاق بها حبش يرجع بدنه ما جاوبوش ما فطنش بها غدروا بها بن شيخه هو غدر بها حتى الملاعبيه في الميدان وغدر حتى زملائه كانوا يسالوه في سنتر حتى احنا بيدنا غدرنا عمرنا ما كنا نصوروه اللي باش يسددها بعد هذيك قد هفوه دفاعيه من محور الدفاع خرج بها كاريكاري وجه لوجه كانت تغير معطيات المقابله بكل 2-0 تتغير المعطيات، لكن ما نساوش اللي فريق الترجي الرياضي مهما تكون الظروف اللي نعتقد اللي بدنيا اقوى من نادي الرياضي حم نمف أنا بدنيا وفنيا يعرف كيفاش يتصرف، وفي مقابله نتاع 1-0 ولا حتى 2-0 ومقابله مصيريه ومقابله الاخرانيه يظل الملاعبيه عندهم الامكانيات النفسيه والامكانيات البدنيه لريسورس فيزيك اللي نجموا يجبدوا من الريزرفوار المخبي ينجموا يجبدوا لهنا. الانتصار كان منطقي وانتصار معناه اليوم المساكني زاد ابدع سجل هدف واعطى تمرير الهدف الثالث معناها نتاع ملاعبي
التقريب حاليا قاعد يقوم مردود كبير الفريق، والولد قاعد يتحسن وما زالت عنده اون مارج دو بروغريسيون، امكانيات عريضه للتفوق. ما دامك تحكي على مسكني، المسكني في عمر 21 سنه، هذه ثالث بطوله وثالث لقب يتوج به على توالي صحبه الترجي الذي التونسي، رقم يذر لي من صعب انه يحقه لاعب اخر. وجدي ساعه رحب بك، التحقت بنا. مرحبا بتحياتي. سمعنا رئيس احمد حكي ممكن شنو هو اللي عمل ديفيرونس اليوم بين اسبيرونس و صحيح. امانه نحب نسال سؤال اخر ممكن، لانه الترجي عاده في غياب الدراجي ديما يلقى صعوبات، اليوم غاب الدراجي مالغري ديبو صعيب في المباراه. هذه نقطه الاستفهام اللي كنا نستنى ان نقولوها ديما قبل الماتش. الدراجي مركز 7 بونتوات في 7 ماتشات، والترجي انتصر في 7 مباريات، وكان افضل يعني هداف قبل المباراه ديما 10 اهداف، وكان ديما ومعاه المساكني يفودير خاطر ما كانش وحده. لا في ليزيكسبلو انديفيدويال كانت وقت ليكيب تقف، تعرف ان سارتان مومون تكتيكمون ليكيب ما تلقاش الحلول، مش معناها يعني في بعض الاحيان الفريق الخصم يلعب لك يعني يسكر المنافذ كله ما تلقاش الحلول. ليكسبلو انديفيدويال يجي الملاعبيه اللي عندهم امكانيات ومهارات كبيره هما اللي عملوا الفارق. كانوا قبل زوز ملاعبيه الماتش هذا بيلعب ملاعبي واحد اللي عندهم امكانيات كبيره ومهارات كبيره، يعني حبينا نشوفوا الترجي الرياضي كيفاش باش يتصرف في هالنقص هذايا. يعني بالنسبه لي الترجي الرياضي يلعب الماتش بالطريقه اللي كان يلزمه يلعبها، لكن اظن انه كان يتمنى الترجي الرياضي، انا نقول اللي الترجي كان تقول له مع شكون تحب تلعب كان يختار اي فريق الا حمام الانف ما يختاروش، خاطر فريق حمام الانف يعني معروف في الكرات المرتده ومعروف في طريقه لعبه ويعرفوا يلعبوا كوره، حمام الانف يعرفوا يطلعوا كوره صحيحه، وخاصه وجود انيس بن شويخه في وسط التيران يعني ديما يعطي اجنحه للفريق وديما يعطي الحلول خاصه للمهاجمين، وشفناها في الماتش اليوم كيفاش. احنا حكينا على الكفران، يعني الكفران صحيح يعني بن شويخه كان فيها برشا ذكاء، فيها برشا صنعه، فيها لكن حتى الدفاع نتاع الحايط يعني نتاع الترجي المفروض اذا كان بن شويخه، وتعرف بن شويخه وقيمته وذكاه باش يشوط هو المخالفه ما تحطش واحد بركه في الحايط، وكان شفنا الهدف يعني حايط يقف في بوجدي بوعزي يظن وحده يعني ماهوش كافي، ممكن كان جاوا اثنين، ممكن كان الشون يعني كان لونج يتسكر شويه على بن شويخه وما يجازفش بالطريقه ذيك. حبيت نقول انه في المباراه انتهت في الشوط الاول، انا نقول لك الشامبيون كله في الشوط الاول. صحيح بالنظر يعني بالنظر لانه الترجي متفوق يعني في الشوط الاول ونجم منهزم 3-0، حتى الشوط الثاني صار ممل شويه من ناحيه الحماس ومن كل سنه وقت يشوف المباريات بالضبط، يعني حتى الترجي الرياضي ولا يعمل سيكولاسيون لابال من غير ما يجازف برشا ويمشي لقدام. انا اظن انه شامبيوناو فير المره هذه في الشوط الاول، لكن عشنا ربع ساعه الاولانيه معناها فيها سيناريوهات مختلفه، معناها حمل الف تسجل الاولى من بعد سبيخ تسجل، هو اللي شويه اعطى اثاره للماتش هو الهدف اللي سجله حمام الانف بطبيعه، يعني هدف ممتاز واعطاه يعني خلى شويه لحتى جماهير الترجي يشكوا شويه في مصير المباراه كيفاش تكون، لانه تعرف احنا حكينا على الهدف نتاع كاريكاري تنشوفوه من بعد في التحليل، يعني هدف كان مع حمام الانف فايز 1-0 كان ممكن يعطي، ما نقولش يقضي يعني ينهي المباراه، لكن كان ممكن يعطي اتجاه اخر للمباراه، يعني كانت تصعب وقت المباراه على الترجي الرياضي برشا. باش نرجع لك واجي في ال 3D والقراءه الفنيه نتاعك لمباراه الترجي والنادي الرياضي لحمام الانف، اللي كانت المباراه اللي توج على اثرها الترجي بلقب البطوله وبرمز البطوله اللي باش يتسلموا ان شاء الله نهار الفينال، نهار فينال كاس تونس اللي مازال ما نعرفوش شكون باش يكون الثنائي في الفينال هذا، لانه مازالوا مباريات نصف النهائي اللي باش تلعبوا ان شاء الله يوم 21 جويليا، وفما ماتش اخر ممكن يتلعب لوديسيت حسب طلب النجم لوديسيت لموافقه القفر هذايا بقفصه. هنا حبيت نرجع لنقطة مهمة كي نحكيو على الربع ساعة الأولانية اللي شفنا فيها كرة كبيرة، شفنا حمام الأنف لعبت كرة اليوم اللي تشرف نادي حمام الأنف، نادي صفيقسي كيف ما تراش أنه زوز نوادي هذوما كذبوا العباد اللي حكاوا قبل ممكن، وأنه المصداقية نتاع البطولة ضاعت بعد خاصة القرار نتاع 16 نادي اللي باش يوليو في الموسم القادم. لا اللي بريفيرابل قرار 16 نادي ما نحكيوش عليه خاطر حكايه خذات حظها، وفهمت. اما بالنسبه للكلمات اللي خرجت في تونس واتهامات واتهموا نوادي اللي نعتقد مسؤولينهم ناس يخدموا في الكوره وناس نظاف، نتصور ناس نظاف في اليد وحتى نظاف في التفكير، تبقى الكوره تعمل علاقات ما تعملش مشاكل، احنا في تونس ولات بالمعكوس تعمل مشاكل وتعمل اتهامات. ولينا في تونس بالاخص في الكره نظيف نوسخوه والمسخ ننظفوه. تهم مشات النادي الرياضي الحمام الانف، تهم فهمت مشات البعض ملاعبيه فهمت من النادي الرياضي حمام الانف، تهم مشات للنادي الصفاقسي ومسؤولينه.
هذوما زوز فرق كما تهم مشات المستقبل مرسى. مو صحيح الترجي الرياضي حسب رايي وحسب المقابله ريت الترجي الرياضي انصر على مستقبل مرسى انصر عليه على الجداره. فهمت ما كانش كان مستقبل الترجي الرياضي وهذه كلمه حق واحد يقولها ماهيش مجامله لا للترجي الرياضي ولا نتقرب لحد راهو. فهمت ماهيش مجامله الترجي الرياضي كان اقوى من مستقبل المرسى. كما اليوم كان اقوى من نادي الرياضي حم نمف مش معناها راهو نادي الرياضي حم نمف لولا كانت المقابله في وسط السنه ممكن المعطيات تتغير بكلها على خاطر في اخر السنه نادي الرياضي حم نمف على الكلاسمون اللي عنده عمل الكلاسمون سنوات الاخرى الكل عمره ما عملوا. فهمت يحب ياخذ البلاصه الرابعه الكونكورون ديريكت نتاعو النادي الافريقي كان يعتقد اللي هو باش نتصرف في زرزيس لعب لكن سيد حمام نمف لعب مع فريق اللي مازال ساعة ونص ويهز البطولة. فريق الترجي الرياضي مش ممكن باش يسامحوا كيف كيف النادي الرياضي صفاقسي بولاده صغار بممرنينه الشبان الكوكي ودلهوم واحد معناها اليوم ابهروا الناس معناها حتى نرجعوا اكيد من بعد المباراة سيد احمد نحكيو تبقى اتهامات هذيا اتهامات ولا ولا الظاهرة عندنا في تونس عيب معناه اللي عنده شيء صحيح احنا رانا مشغولين هوني وشخصيا انا من الناس اللي نعارك على الكرة التونسية ونحب الكرة التونسية نظيفة لولا نعرف حاجة في الامور هذية نوعدكم نقولها في البلاتو ما نترجعش عليها ان شاء الله. سيد احمد يعطيك الصحة. توا باش نمشيو للقراءة الفنية معاك وجدي باش ندخلوا اكثر ونغوصوا اكثر ممكن في الشيما التكتيك اللي خلى الترجي اليوم يربح ويفوز بالبطولة. طيب الهجمه الاولى فيما يخص خاصه يعني هنا التمركز نتاع لاعبي حمام لمف قلنا قبيله اللي حمام لمف يعني تاريخه اللعب نتاعو يعني تقلق برشا خاصه النوادي الكبيره. علاش؟ لانه يعتمد على التمركز الدفاعي صحيح وخاصه في الكرات المرتده الخطيره اللي تكون خطيره خاصه لما تلعب ضد فريق يهاجم ويلعب لك القدام فهمتني ويخلي مساحات وراه. انا اشوفوا اللاعبين الترجي الرياضي كيفاش يعني التمركز سيبيان كادري يعني لاعبي حمام لمف يعني حاطين اللاعب اللي هو افول هذا حاطينه في تقريبا في مستطيل يعني مسكرين عليه محاصر. واللاعب الثاني يعني اثنين ضد واحد في وضعيه تقريبا يعني على اليمين بالنسبه للفريق حمام لمف ثم توازن كبير واستعداد لافتكاك الكره. مشيوا الهجمه يعني تلعبت الكره اون دو تقصت الكره تقطعت الكره. شوفوا الحاجه المهمه اللي كنت تحكي عليها وانه اللاعب هذا اللي كان يساهم في افتكاك الكره هو اللي باش يخدم الهجمه دوب ما تفقد الكره باش ينطلق ويحضر الكره المرتده بالنسبه لنادي حمام لمف. يعني اوتوماتيزم امور مخدومه امور ماشيه تعدى كره. اظن انيس بن شويخه يعني لاعب الترجي الرياضي وهنا من بين الاخطاء اللي صارت تم مساحه كبيره على لاعب نادي حمام لمف المفروض يقرب له باش ما يخليهش يبني الهجمه ويلعب الباس اللي يحب عليها القدام فهمني. المساحه هذه كل فاضيه ما تعودناش انه الترجي يخلي هكا المساحات ما مش ما تتعود. هذه المشكله لما تلعب وتهاجم القدام وتضيع الكره ديما نقولها لما تضيع الكره وانت مندفع القدام ديما تصير لك انت ثغرات في وسط الميدان وفي الدفاع. شوف 10 متر تقريبا في سيركل تاع 10 متر يعني ما ثم حتى ملاعبي من الترجي الرياضي باش يضغط على حمل الكره. اللاعب هذا اللي كان يساهم في افتكاك الكره عاود مازال مندفع القدام مشي الصوره مشي الصوره. لاعب هذايا كاري كاري مش مساحه دخل بالكره كاري كاري خلق مساحه شاغره لانه المدافع هنا دخل اللي هو الهيشري دخل شويه للمحور خلق مساحه فاضيه معناها ولات مواتيه للباس على الاطراف وثم اللاعب مندفع القدام. وشوفوا هنا شكون يغطي على الظهير الايمن برانسيب انا ظهير ايمن هو الهيشري اللي يغطي موجود لكن لما تخل بالكره للاكس اوتوماتيكمون الهيشري باش يقرب شويه للوسط. يعني حبيت نقول حاجه في الهجمه هذه وانه شوفوا لاعبي ترجي 1 2 3 4 5 ولاعبي حمام لمف 2 بركه وبالرغم من هذا حمام لمف يعني بالكره المرتده وبالسرعه اللي باش يلعب بها باش يخلق الخطر بالرغم انه مزوز لاعبين مهاجمين ضد يعني 5 مدافعين عنده امكانيه باش يعطي باس
لعب على اطراف واندفع كاري كاري في المكان اللي لازم يكون موجود فيه، وكان تقريبا موفي كنترول تاع بانانا لو جا كاري كاري مركز شويه، بالرغم انه في وضعيه يعني هو انا سماها واحد ضد واحد لانه الموفي كنترول وخذاها الكره، لكن ما كانش محضر نفسه بالطريقه الكافيه. بس بقي المدافع لانه هو قص التراجيكتوار نتاع الكره. غلط المدافع كاري كاري عاود الصوره واجد الوقفه نتاع كاري الوقفه نتاع بانانا غلط. لا علاش؟ لانه يلعب بساق واحده. لا لا حتى كان يلعب بالاثنين الوقفه نتاعو غلطه. مفروض الكره كي جايه يرجعهم، يخليهاش بامبي باش يقلبها. اذا كان بامبيت ولات مشكله ولا خطر كبير برشا. على كل حال يعني امو في كنترول صار من هنا، خذاه اللاعب لكن الكنترول تاعو هو ما كانش منتبه وزاد ضيعها هو بيدو. يعني شوفوا كيفاش كره مرتده بدات من نصف الملعب هذا وخلطت لهنا على طريق زوز لاعبين بركه. يعني هذه قوه القوه، واحده من نقاط قوه حمام لنف. هجمه هذه بدات النادي حمام لنف من الحارس مرمى يعمل ديجاجمون باش تعدي الكره. هذا يعني تورنون دو ماتش نحن نقول. مشيوا الهجمه شويه، حبينا نشوفوا الهجمه اللي بدات من تقريبا من بدات من الحارس مرمى. يعني مشيوا الهجمه ما يسالش اذا كان هاو باش تتواصل واصل واجد. مش مشكل نشوفوا اذا كان ثم ال ما يسالش فما خلل فني، نرجع لحظات ونرجع نواصلوا القراءه الفنيه. المباراة الترجي والرياضي حمام لنف، بكري كنت عندك مضيف على كلام سيد احمد. حبيت نقول اللي المشكله الكبيره احنا ولات عندنا موضه في تونس، ولينا نشكوا في كل شيء، نشكوا في قدرات مدرب. سامحني وجدي انا باش نخص عليك، مستقبل بطل تونس للموسم الحالي 2010 2011 اللي جانا مباشره. مشكور مجدي تراوي بالرغم نعرفوا مجدي مبرمج اكيد باش يحتفل مع زملائه اللي فازوا اليوم في ملعب رادس كما قلنا بلقب هو الثالث على التوالي. كما تحب احنا سيد احمد، تحب وين تحب انت وين ترتاح مجدي. مجدي خويا مبروك، ان شاء الله كل شيء بالبركه. عايشك خويا. تتويج هذا مقارنه بالتتويجات السابقه، نعرفوا توجت مع النجم الساحلي بالبطوله كذلك مع الترجي، لكن يضري الموسم هذا يضري عنده طعم خاص، عنده نكهه اخرى ممكن. والله صحيح عنده طعم خاص معناتها في البلاد تاع السيتاسيون معناتها كريتيك شويه معناتها بعد الثوره اول تيتر ظهر لي تحسن عليه. بالنسبه لي ثاني شامبيونان مع الترجي دونك الحمد لله عام وشهر اطول ظهر لي سيزون تعديت. برشا تعب 23 جويلية وفات 10 جويلية ولا بالضبط دونك طول سيزون تعديت في العالم ممكن ما فماش بطولة قعدت في العالم عام غير 13 يوم براتيكو صحيح في العالم يمكن طول سيزون الحمد لله كما قلت أنت معناتها تعبنا ما فيش حرام الناس كل ضحينا معناتها تشوف في 11 ماتش الأخرانيين كلهم معناتها دي فيكتوار هذيك معناتها سي با فاسيل معناتها دونك الحمد لله ربي وفقنا وبالمناسبة هذه نهدي التيتر هذايا لأمي وبابا والعائلة الترجي الموسع الكل على راسهم سي حمد. وجمهور الترجي اكيد بيغاب. كنسير عائلة الترجي معناتها فيهم جمهور. جمهور عائلة الترجي معناتها فيها جمهور الترجي. لكن بشكون حاضر ان شاء الله في ماتشات شامبيونز ليج وممكن تحتفلوا معاه وفما نصف نهائي زاد وممكن نهائي كاس تونس اللي تنجموا ممكن تطمحوا لثنائي زاد سنين مش بطولة كاهو. صحيح ما دامنا مازلنا في الكوب دونك بيان سور معناتها حاطين في مخاخنا باش نلعبوا زاد على الكوب ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله كما قلت انت ترجع للكره بالجمهور خاطر من غير جمهور ما فماش فريمون معناتها قوه كبيره دونك ان شاء الله يرجع جمهورنا ويرجع في الكوب وان شاء الله نكملوا كما بدينا بالشامبيونان ان شاء الله نكملوا الكوب ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت مجدي يرجع الجماهير التونسيه وترجع الجمهور متعطش كره قدم يرجع للملاعب التونسيه كما شفناهم ممكن في بلدان عاشوا نفس اللي عشناه احنا نحكي على الدوري المصري اكيد وتابعنا الكل ديربي الاهلي والزمالك باش نرجعوا للقصه هذه باش نرجع بك مجدي نخليك تتنفس شويه. بدينا في القراءه الفنيه مع وجدي سيدها باش يواصل توا ممكن تاخذ فكره اكثر على المباراه اليوم كيفاش فزتوا بها انتم على الميدان ضد نادي حمام لنف. دونك نرجع للهجمه اللي كنا نحكيو فيها والانطلاق كانت معند حارس مرمى يعني كره طويله نلاحظوا هنا زوز لاعبين من الترجي الرياضي ولاعب واحد من نادي حمام لنف لكن ديما كما كنا نحكيو على الهجمه اللي قبلها مش فايده في العدد نتاع اللاعبين في وسط التيران ولا في ديفونس لكن الكومبورتمون نتاع اللاعبين هذوما كيفاش باش يكون هذا اهم حاجه. شوف اللاعب هذا باش يربح الديوال الاول ومن بعدين باش تتعدى الكره وباش يربح الديوال الثاني وباش يخلق يعني باش الفريق الثاني باش يفقد التوازن نتاعو. ربح الكره الاولى ربح الكره الثانيه وهنا صار الخلل في دفاع الترجي الرياضي. شوف اللاعب بانانا وين واقف ومعاه المهاجم كاري كاري هذا خط المدافع الموجود يعني مازالت ليماج ماهيش كامله. مشيوا الهجمه وهنا يبان اللي يشتري وشوفوا الخط الدفاع الثاني وهذا اللي باش يخلق المشكله الكبيره في الترجي الرياضي. عدم التناسق ما بين بانانا واللي يشتري تا
التمركز نتاعهم ماهوش نفس الخط، خلى اللاعب هذا ماهوش في التسلل ويطلب الكرة تقريبا في خلف المدافعين وينفرد بالحارس وتضيع. انا نسميها كرة المقابلة لانها هذه اللي حكينا عليها الكرة، يعني كانت تورنون دي ماتش، كانت تنجم تصعب على ترجي المباراة. أو مجدي يحكي لنا ممكن في يعني. الوقت هذاك مجدي شنو هي السيناريوهات اللي وانت كنت في الاكسيون يضرب حتى السيناريو وقتها تقول ان شاء الله تجي لبرا وكاو راس هو ما عادش تعمل حد في الوحده بليش ديجا في الوحده بليش وقتها الوحده بليش قاعدين نلوجوا باش نرجعوا في الترعه بيان سور باش نماركيو هدف التعادل خاطر نحن كيما تعرف تعادل يكفينا معناتها باش نهزوا التيتر دونك سيرمون قعدتوا تخموا في ماتش فيقس ولا في الوقت هذاك وقت والله ما نعرفوش النتيجه معناتها في الوقت هذاك ما نعرفوش النتيجه معناتها علينا برواحنا كنا نحن نخرجوا بريزولتا بوزيتيف هذاك اللي يهمنا معناتها قبل كل شيء من بعد كي وفي الميتون عرفنا سكور من الاول ما كناش نعرفوا معناتها ما كناش نعرفوا سكور اما الحمد لله معناتها من الطف الليل الكره ذي معناتها جات لبرا بون بالصعب علينا مباراه معناتها 2-0 باش تصعب المباراه اما مش معناتها ما نجموش نرجعوا مي باش تصعب 60% تصعب مباراه. انت كلاعب ترجي رياضي ولد النجم الساحلي كي دخلت في الفيستي صح صح دخلت له لا صح لا هذا احترام اليوم ولد الترجي الرياضي والنجم الساحلي ما ينكر حد لجمعيتك. بيان سور هذا ما ينكره حد ومن حقك. شنو حسيت وقت اللي قالوا لك النتيجه 3-0؟ قلت راهي كذبه. والله الحقيقه من الاول ما صدقتش اللي 3-0 خاطر ليتوال لاخر جورنيه دعمت كلامك صحيح لاخر جورنيه ليتوال شده صحيح وربح بربح ظهر لي سيرتو الخمسه جولات الاخرانيين نحن ننتصر وهي تنتصر هي تنتصر نحن ننتصر دونك قعدت لاخر مباراه ومش ماشي في بالي لاخر وقت اللي توال معناتها باش تخسر بالسكور هذاك معناتها الحقيقه نقولها فهمت؟ لا وفي الشوط الاول مش تخسر وفي الشوط الاول خاطر في الميتون اكزاكتومون في الميتون حسمت في الميتون سمعنا هذاك علاش قلت لك في الميتون سمعنا سكور 3-0 خاطر 3-0 معناتها تسمع تقول معناتها كما قلت انت مباراه يربحوا نحن نربحوا هما يربحوا بعد تجي في المباراه الاخرى وتسمع سكور 3-0 ظهر لي ما تصدقش اللي هي برميتون خاسر 3-0 نواصلوا نتابعوا مع وجدي كان عندك تدخل مجدي نجم تدخل طيب انا الترجي اكتشفوا مجدي المحلل ممكن انا الترجي الرياضي من بين النقاط الايجابيه الموجوده في الترجي الرياضي وانه ما يحتفظ بالكوره يعني كونسرفاسيون دو لا عامل مهم برشا لكن الاستراتيجي نتاع الفريق يعني الترجي الرياضي يعتمد على زوز لاعبين في الارتكاز اللي هما القربي وتراوي اللي بحذانا لكن الملاحظ وانه القربي ديما تقريبا عنده دور دفاعي اكثر فهمت كي نسميوه لا سنتينيل في الكره تقريبا هو اللي باش يبقى يعس من تالي والقربي اللي باش ياخذ اكثر حريه هو ممكن يساهم في بناء الهجمه اكثر يعني شوفوا القربي هنا باش يسلم الكره ويبقى في مكانه يعني في التغطيه وما يشاركش في الهجمه يعني يسلم للتراوي وسيد تراوي باش يمشي يشارك في الهجمه افيك توت لا ليبرتي اللي عنده خاصه على الجهه اليسار وقربي هو اللي باش يبقى تقريبا يعني لا سنتينيل يبقى من برا من تالي هو اللي يعس على الفريق على اللاعبين اللي يلعبوا قدامه كل تلعبت كره هنا رجعت للوسط التران ثم ملاعب يطلب على اليسار ثم اللاعب يطلب على اليسار مشي الهجمه بور ديزيكليبري لا ديفونس باش نفحوا لي فاي ثم ملاعب يطلب على اليمين من هنا فهمتني؟ هنا تصير الدفاع نتاع الفريق المنافس يصير خلل ديما في التمركز نتاع الفريق، إذا كان عندك واحد يطلب على اليسار، واحد يطلب على اليمين، أكيد وأنه ممكن تصير فاي يعني في اللاكس، أوكي؟ مشي الهجمة، مشيوا الهجمة من هنا، صار له ديزيكيليبر، لاعب من الترجي الرياضي لقى مكان فاضي هنا، طلب الكرة. الذكاء نتاع عبد الرحمن تراوري خرج من المنطقة اللي موجود فيها وعملوا كروزمون يعني لاعب دخل في المنطقة الفاضية واللاعب الثاني يعني طلب في مكانه وهنا الانتيليجونس نتاع الملاعبي وقت اللي يشوف لاعب طالب في اللاكس في وسط ثلاثة ملاعبية كيفاش يحط له كرة بالمليمتر في ظهر المدافعين يعني حاجة ممتازة برشا التحرك نتاع المهاجم الأولاني يشوفوه جا من الاكستيرور ودخل في اللاكس التحرك تاع اللاعب الثاني كيفاش دخل من هنا خرج عمل كروزمون معاه والذكاء نتاع اللاعب كيفاش يحط الكره يعني انا نقول باس مليمتري تقريبا في زون صغيره برشا هذه تدخل يعني الامور التكتيكيه مع الامور الفنيه يعني هذه اذا كان يعرف المهاجم اللي جاته الكره كيفاش اخوها خاطر ما داله سير بلاتو اذا يعرف يعمل كونترول باش يلقى روحه بستة امتار وجها لوجه هذايا التوزيع نتاع مجدي التوزيع نتاع مجدي هبط تقريبا بالمليمتر في الزون ليبر لادفيرسير افيك اون سول توش شاف اللي درامان تراوري طلب في ظهره مشيوا الهجمه عطاه اون سول باس شوف درامان طلب في ظهره اون سول باس خرجوا يعني في سيتياسيون
فهمتني كانت تنجم تاع بونتو كان ينجم زاد يصبر شويه ولا رير دروا اللي عمل لابيل كان ينجم عندي هو يعمل ويلعب معه. يعمل كنترول هايل بالانتيريور ويضرب باليمين ويضرب باليسار في السيمتر هو وباليسار ممكن اسهل ماشي به هذه حاله اخرى حاله اخرى هذه كيف ترجي الرياضي يعني يصبر يفو باسونتي في الكره ما يلزمش واحد يتسرع ويفقد الكره بسهوله في لو سكور اذا نشوفوا 3-1 هذا ترجي ورينا من قبل ديما في حتى في حصص اللي قبلها ديما ترجي تقريبا هذا يحب يكون الطابع نتاع الفريق وانه ما يتسرعش برشا ويخلي الكره يعني ديما في عند الفريق تعب لادفيرسير وهو ياخذ ثقه في نفسه يلزمش يقبل في الكره توا ما تقلق يلزم في الكره واحد يكون صبوري شويه وما يتسرعش ويضيع الكره ديما نقولوا الكره يضيعها ملاعبي واحد لكن يفك واحداش الملاعبي فمفروض اللاعب اللي يجي في الكره السقيمه ما يحاولش يضيعها شوفوا بوعز يظن ضيع تاع الباس معناها تشوف حاجه كل شيء في كره القدم تاع باس يعمل دي دوبلومون يتعدى على اليمين ماشي الهجمه باس دي دوبلومون على اليمين فهمني رونفيرسمون يبدلوا اللعب ومن بعد نشوفوا اون ترانزفيرسال ثم زون فارغه من هنا يعني شوفوا وجدي بوعزي يعمل دي دوبلو معلمين تطيح ديفونس كل من شيت وجدي بوعزي يصير اسباس ليبر من هنا فهمني تعمل باس دياغونال اون دياغونال بالقرب المره هذه اظن ما جاتش 100% دياغونال لكن صحيحه على كل حال الفكره ترجع الكره اون دو معناها نشوفوا كل شيء دي دوبلو من هنا باس دياغونال دي دوبلومون دياغونال اون دو يعني تشوف لي زوتي نتاع الهجوم الكل الادوات الهجوميه كلها تشوفها في هجمه واحده وهذا شيء مهم بالنسبه للاعبي الترجي الرياضي مشيوا الهجمه تلعبت اون دو اظن المساكني اون دو فهمني وكانت هجمه اختيره شوفوا التمركز تاع لاعبي الترجي 1 2 3 4 5 6 7 8 لاعبين من الترجي الرياضي يشاركوا في الهجوم يعني هذا يدل انه الفريق منتصر 3-1 بديع يعني يدل انه الفريق يحب يسجل وعنده النزعه الهجوميه والعقليه الهجوميه سي تري امبورتون لكن كمان حاجه باهيه برشا لكن نحسوا انه التمركز نتاعهم في بعض الاحيان يكون مش مدروس لانه 1 2 3 4 هنا ثم شويه يعني التمركز تاعها دفاع من الكفاح تمركز دفاع شادين الصف انت كنت تشكر فيهم سيدي احمد التصويره قال في هذه في هذه بركه يعني فهمني التمركز تاع لاعبين خاطر تغش عليك من جبار ماك تعرف عم جاي تنجم يعيط لك تريني عم نمشي يولي لي راي الجامع هذاك وباش ندبرها معاه نواصلوا مع الحاله مشيوا الهجمه وفات بتير داكور دو موش كادري لكن الهجمه شفنا فيها كل شيء كل انواع كل الادوات كره القدم الهجوميه شفناها في الهجمه هذه هنا هجمه للترجي الرياضي شوفوا ثلاثة ضد اثنين 1 2 3 من حمام بنم ضد اثنين هنا هجوم الترجي في حاجة إلى بوزون دو كيك شوز يعني حاجتهم بلاعبي زايد يزيد بور فير أو موا ليكيليبر على الأقل يوليو 3 ضد 3 إذا كان مش 4 ضد 3 خاطر باثنين ضد ثلاثة والتمركز تقريبا صحيح نتاع المدافعين نتاع حمام بنم كان ثم صعوبة من لاعبي الترجي شنو هو يلزم يجي حل الكرة عند المساكني أظن عند المساكني بوعزي بوعزي يخرج له سامحني انا فكري في المساكني لانه المساكني جاي من الخلف جي الحل نتاع المساكني هذا يخرج للاعب اللي عنده الكره هونيه هذوما الاثنين يتصفوا على اللاعب تاع حمنم في رفزوا باش ما يتبعوش هذا يطيحوا في التسلل صحيح لكن تو نشوفوا اللاعب هذاك اللي هو درامان تراوري طلب الكره وتخلف في التسلل لكن الحل اللي كنت نحكي عليه جا من خلف علاش نحب نحكي على المساكني هنا لانه المساكني ثم المهارات ديما نحكيو على مهارات المساكني لكن يعمل في مجهود كبير زاد وثم الانتليجنس تكتيك قراءه زاد نتاع اللاعب قراءه وثم في بعض الاحيان تشوف الحل لكن ما عندكش باش تعمل المجهود ما عندكش ثم افور فيزيك ساعات لازم تبذلوا باش تعمل الفكره اللي انت في مخك الحل اللي ترى فيه شوفوا تقريبا من السونتر يعني باش يتعدى يجري في الانترفال هذايا ان سبرينت غزر له حتى المدافع باش يتفاجئ يعني سي ستروتار خذا الكره فهمني وسجل الهدف هذا استنى فور عملوا تقريبا شطار تيران من خط النص تقريبا حتى للستة امتار تاع الفريق الثاني وسجل به هدف يعني مهم برشا في الفريق هنا باش نشوف الهجمه من الاول من التالي يعني من الدفاع باش نشوفوا التمركز تاع لاعبين النص خاصه تاع الترجي الرياضي فلوت مو كوتي بالون 1 2 3 4 الكره على الاطراف امور كلاسيكيه في كره القدم هذه لكن تطبيقها هو الصعيب اوكي 1 2 3 4 مشي الهجمه شويه مشي الهجمه هنا اللي توصل سير اخزر كيفاش الاربعه لاعبين تقريبا يعني قربوا اكثر وسكروا اكثر على الفريق المنافس وصارت الحلول يعني ولات مشكله كبيره بالنسبه لدفاع حمام لمفه هنا مشي هجمه
هي بيدها نفس الهجمة اللي عملوه الكل، جاب النتيجة وأنه 2-1 أنا فكلوا الكرة في الدويل، خذوا له الكرة فكوها ومشيت هجمة للترجي الرياضي ماشي، ولات كرة مرتدة للترجي الرياضي اللي كنت نحكي فيها على المساكني قبيلة، حبيت نحكي فيه سي لو ميم اسبري، يعني ملاعبية كل تقريبا يلعبوا فيك لو ميم اسبري اللي كنت نحكي فيه على المساكني. شوفوا المساكني خذا الكرة في زون ما فيها حتى لاعب من حمام لنف، حتى لاعب مقرب له يعني باش يمنعوا انه يعطي الباس صحيحة، نفس اللي عملوا المساكني باش يعملوا درامان تراوري تقريبا نفس الشيء، لكن من الجهة اليسار درامان تراوري على خط تقريبا النص باش يطلب الكرة افيك ان سبرينت ماشي الهجمة، شوف المدافع كان هو قبل درامان تراوري، لكن درامان تعداه واللاعب نفسه تو نشوفوه تفاجئ نتاع حمام لنف، يعني تفاجئ. شوفوا المساكني هنا الانتيليجونس نتاع الملاعبي الذكاء، يعني اليون سيركلي بار 1 2 3 4 5 جوار دايرين به الحل الفردي تقريبا صعيب في الوضعيه هذه، هز راسه وهنا تدخل النظره الشامله في الملعب، رفع راسه وشاف الحل، لازمك تشوف الحل فهمتني والتطبيق يكون صحيح، هو شاف الحل والتطبيق الباس تاعو كانت صحيحه، درامان تراوري عمل السبرينت نتاعو تقريبا سبرينت تاع 50 متر وعملوا باش يستلم الكرة نفس المجهود اللي عملوا المساكني في الهدف اللي قبله، اعطاه كرة بينية باس اونتر لي دو جوار دو لاكس ماشي الهجمة، تراوري تعدى المدافع سي المدافع عمل رياكسيون مخر ولقى روحه راسه راس الجول، يعني راسه راس الحارس، هو انفراد يعني مع الحارس كما صار مع المساكني في الهجمة اللي قبلها وتسجل الهدف. يعني هذه كرة القدم مش مهارات بركة، بعض الحين لازم تعمل المجهود البدني اللازم باش تخلط وتكون في المكان المناسب باش تنجم تسجل الهدف. يعطيك الصحة واجدي، كانت هذه القراءة الفنية. توا مجدي قبل ما نعطيك الكلمة قبل ما نحكيو خلينا نشوفوا شنو قالوا الملاعبية، شنو قال الإطار الفني، شنو قالوا المسؤولين على تتويج الترجي في الميكرو تاع شريف الحشيشي. بطولة بالنسبة لنا بطولة عملنا بها كيف على خاطر بعد الثورة. اي. وثاني حاجة ليتوال معناتها سي اون جروند ايكيب. ما نجمناش معناتها ننكروا هذا. أما احنا رانا أبطال. فما ترجي تلعب على البطولة وحملف تلعب على شنو تلعب. معناتها سي با لو ميم أوبجيكتيف. معناتها جمعية رسولية من البارتي تلعب على البطولة معناتها الحقيقة سون بلو موتيفي فو دير لا فيريتي. هبطوا الأعصاب من الأول معناتها. هذاك ان بيت بالنسبه لنا عالمي نتاع انيس بن شويخه. اما جمعيه كبيره. اما الحقيقه معناتها الجمعيه محمد لباس صباح. اما ماتش مش كيف. بكل شيء كما تعرفوا البريسيون الكبيره راي على ترجي. احنا صح احنا اصحاب مرتبه الاولى معناها من المفروض علينا ننتصروا معناها كل مقابل ناخذوه مقابل الكاس. كما تشوف الدوترو ماتش الخانيين ولينا نقبلوا من الاول. مي الاكسبيريونس الكبيره والقليب ورجال شو تيران كيما تشوفوا مش ساهل. والله الحمد لله يا ربي يظل بعدك على طاب كبير الواحد يفرح الفرحه هذه. الحاجه الباهيه انا اول بطوله بعد الثوره وثالث بطوله على التوالي. احنا اولاد صغار الحمد لله يا ربي معنا توجنا اليوم بالبطوله فما شكون معناها كيف انا معناها ثاني شامبيون معنا في 20 سنه. الحمد لله معنا تعب من اول عام معنا من 10 جوان نتاع عملنا وبدينا البريباراسيون نتاعنا لتوا. الحمد لله معنا تعب نتاعنا مشاش حرام. احساس غير عادي خاطر هيزي ثلاثة بطولات مع بعضهم، هيزي معناها تربح دربي في آخر جورنية تاع الشامبيونا، الحمد لله معناها واحد يقول كان الحمد لله، ترجي كبير معناها ما يقفش على لاعب ولا اثنين، الحمد لله هكا واحد. ظهرنا اليوم قدام العباد الكل اللي احنا أقوى جمعية في تونس، ما غير منافسين واحد كل شيء، شفت اليوم الكرة كيفاش، الحمد لله يا رب تعبنا عليها جوارات الكل، بون حتى أنا معناتها ساهمت في الآخر مي كومان معناتها نسمى واحد من الجروب كامل. نهديه الشامبيونات هذه الجمهور ليسبيرونس كل نهديها لأهالي المزونه نهديها لبابا وامي ونهديها لمرتي ان شاء الله. سنبيل بعد 17 سنه تعاود توج بطوله المره هذه كمدرب. 17 ديجا عندي 17 سنه من اللي بطلت الكوره. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله معناها المولى سبحانه وتعالى وفقنا خدمنا خدمه كبيره خاصه بعد الثوره. فما برشا ناس شكت فينا معناها التشكيك مش في محله حبوا يرميوا لي انا معناها الهزيمه الاولى ضد النجم الرياضي الساحلي وقت اللي انا كانت عندي اسبوع فقط مع الفريق، الفريق كان منقوص من مايكل نعرفوا الترجي الرياضي كان يعاول على مايكل برشا ولعب تقريبا اكثر من ساعه منقوص من لاعب من اسامه الدراجي. تحملت المسؤوليه تحملنا المسؤوليه الثوره جات منعتنا خلتنا نخدمه وما تشاؤون الا ان شاء الله حطينا الترجي على الطريق الصحيح غيرنا لعبنا غيرنا طريقه لعبنا الترجي ولا يفوز ويقنع ويفرش.